على المستوى الحياتي والمعيشي، وعلى الرغم من التطمينات بأن مخزون الأدوية والأغذية والمحروقات يكفي لأشهر إذا ما اندلعت الحرب، حرب شائعات وأخبار كاذبة تثير بلبلة والمعنيون ينفون. لم تقع الحرب بعد حتى بدأت حرب من نوع آخر، إنها حرب الشائعات والأخبار الكاذبة. انتشرت أخبار عن تهافت المواطنين على تخزين السلع الغذائية ولا سيما الأساسية منها، وعن احتكارات يمارسها بعض التجار ورفع للأسعار غير منطقي. هذه أخبار لا تمت للحقيقة بصلة. مش مظبوط اللي عم بيصير، كله فيك نيوز. باتصالي مع كل السوبر ماركت الوضع طبيعي 100%. قد ما هو لازم يكون بالصيفية ونحن هلأ بأول الشهر، يمكن الناس عم تتبضع شوي، هذا شيء طبيعي، لكن نحن منأكد أنه أول شيء البضاعة موجودة بكل المناطق وبكل المستودعات. أما نحن منطمن الناس أنه لحديت هلأ الأوضاع لحديت هلأ إن شاء الله بتضل هيك كلها ضمن الحدود المضبوطة. على المستوى الصحي انتشرت أخبار أيضا عن تهافت المواطنين على شراء الدواء وحليب الأطفال وبأسعار مرتفعة، هي بدورها شائعات والحقيقة في مكان آخر. كمستوردين ما في أي مصلحة للتخزين، لأنه إن كان الأدوية أو حليب الأطفال السعر محدد من قبل وزارة الصحة. تواصلنا مع معظم مستوردي الحليب وأكدونا أن المخزون يلي عندهم هو مخزون كافي لحوالي 4 أشهر. سيناريو آخر طال المحروقات وشائعات عن أن وزارة الطاقة والمياه أعلنت عن إجراءات تقييد ستحصل في الأيام المقبلة حول ساعات فتح محطات الوقود وكميات لترات الوقود التي يمكن شراؤها لكل سيارة، وأنه سيتم نشر الجداول الزمنية والقيود بأسرع ما يمكن. خبر نفته الوزارة جملة وتفصيلا، وهي استغربت في بيان نشر مثل هذه الأخبار التي اعتبرت أنها لا تخدم سوى مصالح العدو الصهيوني وأصحاب النفوس الرخيصة في الداخل اللبناني. وزارة الطاقة طمأنت بأن جميع المشتقات النفطية متوافرة في السوق اللبناني بالجودة المعهودة وبالأسعار الرسمية والكميات اللازمة.